بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفة لتفتيح البشرة السمراء الداكنة 3 درجات. هذه الوصفة رائعة وصالحة لجميع أنواع البشرة. مع الاستمرار رايحة تلاحظي فرق رهيب لبشرتك. نحتاج في هذه الوصفة للترمس المر، نحتاج لملعقة شاي من الترمس المر. هذا هو الترمس المر. الترمس المر رهيب في تبييض البشرة، ومن أول استخدام تلاحظون الفرق. الترمس المر. نحتاج لملعقة من الفول، الفول المطحون على شكل بودرة. هذا هو الفول، اطحنيه على شكل بودرة وانخليه ناعم حتى لا يخدش لك البشرة. أي نوع فول متوفر عندكم، سواء هذا اللي حجمه صغير أو اللي حجمه كبير، النوع المتواجد عندكم في بلدكم. ونحتاج لبودرة الحليب. بودرة الحليب كذلك رهيبة في تبييض البشرة. نحتاج لنصف ليمونة بالنسبة للي بشرتهم عادية. صاحبات البشرة الحساسة يعوضون العصير، عصير الليمون، بماء الورد. ومن بشرتها تتحسس من ماء الورد يمكنها تعويضه بالحليب السائل. هذه هي البدائل. صاحبات البشرة الحساسة يستغنون عن عصير الليمون. بالنسبة للي بشرتها عادية تستخدم عصير الليمون يكون أفضل. نأخذ ملعقة شاي من الترمس المر وملعقة شاي من بودرة قلت الفول المطحون ناعم. يمكنك كذلك إضافة الوصف لهذه الوصفة العدس المطحون على شكل ناعم، سواء العدس الأصفر أو العدس الأخضر عادي، أي نوع عدس متوفر عندك أضيفيه في هذه الوصفة، كذلك رائع جدا. نضيف كذلك ملعقة شاي، يعني مقادير متساوية، من الحليب البودرة والترمس المر. يجب أن يكون الترمس مر في هذه الوصفة، وكذلك قلت الفول المطحون على شكل بودرة كذلك. نخلط المواد الجافة مع بعضها البعض بهذا الشكل، وبعدها نضيف عصير الليمون تدريجيا حتى نتحصل على ماسك يمكننا تطبيقه على البشرة وبكل سهولة. قلت صاحبات البشرة الحساسة أو من تتحسس بشرتها من عصير الليمون يمكنها استبداله بماء الورد، ومن تتحسس بشرتها من ماء الورد يمكنها استبداله بالحليب السائل. نمزج الماسك بهذا الشكل جيدا حتى نتحصل على هذا القناع الذي يسهل تطبيقه على البشرة. على بشرة نظيفة وزعي هذا الماسك من الرقبة حتى بشرة الوجه بالكامل. اتركيه لمدة ربع ساعة فقط، ثم اشطفيه بماء دافئ ثم ماء بارد لغلق المسام، ورطبي بشرتك بواسطة المرطب الخاص بك. كل واحدة ونوع بشرتها، وكل واحدة تعرف نوع المرطب الخاص ببشرتها. استخدمي هذا الماسك بشكل يومي، رايحة تلاحظي الفرق إن شاء الله من أول استخدام. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو حتى يصل لعدد أكبر ممكن من البنات ليستفيدوا منه. كذلك يمكن للشباب استخدام هذه الوصفة، فهي صالحة لهم كذلك. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.